السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد حسين من جروب 2 لاب 3. في الفيديو ده بكلمكم عن الانفراريد وازاي الانفراريد أنا ممكن استغلها في الترانسفات أناليسس. يعني ايه ترانسفات؟ الترانسفات دي ليها مصدرين، اما المصدر الطبيعي اللي هي موجودة بيه في الأكل بتاعنا زي مثلا اللحوم والألبان، بتكون بنسبة صغيرة اللي هي من 2-5% من اجمالي الفات اللي موجود. المصدر الصناعي وهو الهيدروجينيتد اويل. هيدروجينيتد اويل دي فيها جزئين، جزء مشبع وجزء غير مشبع. طب يعني ايه هيدروجينيتد اويل؟ هيدروجينيتد اويل يعني انا بضيف ذره هيدروجين. الغرض من اضافه ذره الهيدروجين دي ان انا احول الاويل من الصوره الليكويد للصوره السوليد. بعد شويه دراسات كده اكتشفنا ان الترانسفات بيزود الهارت ديزيز، ودي طبعا تأثير على الكولاري وعلى السكر والسمنة طبعا الكبد. في شوية دراسات دلوقتي بتعمل ان هو بيزود معدل ان الواحد يتعرض للزهايمر، عشان كده كان لازم يبقى في شوية ليميتيشن وريجيولاتري لنسبة الترانسفات في الاكل. في دول كتير طبعا التزمت بالريجيليشن دي زي مثلا الدنمارك. الترانسفات موجود عندي في أكل زي الفرايز والتشيز برجر والتشيكن ناجتس والدونتس. طب ايه النسبة اللي مسموح بيها ان انا اخدها في الترانسفات؟ الترانسفات 1% من اجمالي الكالوريز اللي الانسان بياخدها في اليوم الواحد. يعني مثلا لو عندي شخص بيتناول 2000 كالوريز في اليوم، معنى كده ان هو هياخد 20 كالوريز من الترانسفات. الترانسفات موجود في الفاست فود برينج من 1.57% ل 2.83%. وليفل اعلى من الترانسفات موجود في الهيدروجينيتد فات سامبل، بيكون من 3.31% ل 4.73%. طيب انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا لما اروح اشتري الباكج فود ابص كده على الورقة اللي موجود فيها نسب الحاجات الموجودة في الباكج دي، بشوف نسبة الترانسفات قد ايه. احيانا ممكن يقابلني حاجة مكتوب عليها 0 جرام ترانسفات، هل معنى كده ان الحاجة دي فيها 0 جرام؟ لا، ال FDA بتقولنا ان 0 جرام ده ممكن يكون معناه ان فيها اقل من 5 جرام. في شوية كده ميثود اناليتيكال عشان نعمل ديترمينيشن بالترانسفات. اول حاجة عندي الجهاز كروماتوغرافي وطبعا الانفراريد. احنا في الفيديو ده بنتكلم عن الانفراريد. الانفراريد based on CH out of plane deformation band. band كده مميزة للسي اتش بتاعت الترانسفات بتكون كاركترستيك. اول ما بص كده على السبيكترم هعرف ان في ترانسفات. في شوية بقى ستيب احنا هنمشي عليها علشان خاطر نحلل الترانسفات دي باستخدام الاي ار. اول خطوة عندي هي السامبلينج او الريجنت والستاندرد. الخطوة دي بنعمل فيها ايه؟ الخطوة دي انا باخد فيها 8 انواع مختلفة من الفاست فود اللي بالطبع فيها ترانسفات، زي مثلا بسكوت، شيبسي، دونتس، بوب كورن، مايكرويف، و7 انواع مختلفة من الهيدروجينيتد فات. تاني خطوة هي الكروماتوغرافيك تكنيك. في الخطوة دي بجيب ورقة TLC اللي هي Thin Layer Chromatography اللي معمولة من السيليكا جيل، وهبدأ أعمل عليها سبوت من الكومباوند اللي عندي، وبعدين هعرضها لبخار اليود. ثالث خطوة هي Extraction of Oil يعني استخلاص الزيت. الخطوة دي ببساطة هجيب الكومباوند اللي عندي وأعمل لهم زي عملية طحن كده، بعدين هضيف عليهم سولفنت. السولفنت ده اللي هو الإيثانول والكلوروفور، وهبدأ أسخنهم لحد درجة حرارة 80 سلسيوس. بعد كده هجيبهم أحطهم في بيكر وهعمل عملية إزالة للمزيد. إزاي أزيل المزيد؟ بإن أنا هوطي الضغط. أول ما أزيل المزيد هيبدأ كده يتجمع عندي سائل أصفر اللي هو الزيت اللي احنا استخلصناه. رابع خطوة هي البريباريشن أوف فان. الخطوة دي الهدف منها ان انا ازود تركيز الزيت اللي عندي واعمل له كده زي عملية تنقية.
نفس الحكاية، هعمل تحليل حمضي للزيت وهشيل المزيل. بعد ما نمشي على الستيب دي هيكون موجود عندي زيت نقي وعينة مركزة. خامس خطوة الـ ATR والـ FTI Instrumentation. في الخطوة دي انا هبدأ اعمل سبيكترم للزيت اللي موجود عندي. جهاز الـ ATR والـ FTIR صورته موجودة من تحت. اخر خطوة والستة هي الـ Data Processing والـ Calibration. ليه هعمل الـ Calibration وانا اصلا جبت الـ Spectrum بالجهاز؟ هعمل الـ Calibration ده بهدف ان انا اعزز الـ Spectrum اللي عندي، ولو في اي غلطات ابدا اتحاشاها. الريزلت عندي همشي على 4 ستيب. اول حاجه هرسم الكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف زي ما قلنا قبل كده ان انا بعمله عشان اقيس التركيز بتاع الترانسفيت. هقيس التركيز ازاي؟ عن طريق ان انا هقيس الاريا بتاعه الابسوربانس سبيكترم. تاني خطوه هي الفاليديشن اوف ستاندرد اند بلايند سامبل. الخطوة دي هبدأ أقارن بيها النتائج اللي أنا جبتها من الـ ATR FTI Instrumentation والـ Transfat Percentage الموجودة عندي. كل ما كانوا النتيجتين دول متوافقين مع بعض، كل ما أنا كان شغل الـ Analysis بتاعي مظبوط. تالت خطوة الـ FTI Spectra of Fast Food and Hydrogenated Fat. في الخطوة دي هبدأ أرسم سبيكترم جديد عشان أشوف أقل كمية من الترانسفات اللي ممكن تكون مظهرتش معايا في السبيكترم اللي فاتت اللي أنا عملت. رابع خطوة الجي سي والإف آي تي إي أناليسيس. هشوف ظهور الترانسفات اللي ظهرت عندي في الخطوة بتاعة الفامس. بعد كده هيبدأ يظهر عندي شوية كده سبيكترم اللي هي موجودة من تحت في السلايد الجاية، اللي من خلالها انا هبدأ اشوف نسبة وجود الترانسفات. زي ما قلنا دي السبيكترم اللي ظهرت عندي من عملية الفات انالايسيس باستخدام الاي او.